السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ترحيب، وكذلك مستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. حياك الله يا أخوي محمد. الله يحييك يا سعود. مشاهدينا الكرام حياكم الله في حلقة الليلة، نتابع مع بعض بإذن الله مواضيع مهمة مع ضيوف مميزين إلى جانب المواكبة اليومية لأبرز الأحداث والفعاليات. وفي أبرز عناوين حلقة اليوم: سمو أمير البلاد المفدى يتوج الفائزين في ختام المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة على سيف سموه. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن توقيع عقد طباعة مصحف قطر في نسخته الرابعة. ديوان العرب ينظم المرحلة الثانية من مسابقة شاعر الجامعات بجامعة قطر. بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني وعدد كبير من الشخصيات والمتابعين، اختتمت منافسات مهرجان سمو أمير البلاد المفدى للهجن العربية الأصيلة بعد إقامة أشواط القمة لسن الحيل والزمول لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل على الرموز الذهبية والفضية. وفي الختام توج سمو أمير البلاد المفدى الفائزين بالرموز الذهبية والفضية، وكان ختامها مع السيفين، حيث تسلم المضمر جابر سالم بن فاران السيف الذهبي عن شوط الحيل المفتوح لأصحاب السمو والشيوخ عن فوز قلميمة المملوكة لهجنة الشيحانية. وفيما تسلم جار الله محمد طالب بن عقيل السيف الفضي لشوط الحيل لأبناء القبائل عن فوز بروق المملوكة لهجنة التحدي. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن توقيع عقد طباعة مصحف قطر في نسخته الرابعة، نتابع معكم مشاهدينا الكرام التفاصيل في هذا التقرير. منذ زمن بعيد وطباعة المصحف الشريف مزدهرة بدولة قطر لما لها من أهمية في تحقيق الأمن الروحي لكل مسلم يعيش على هذه الأرض الطيبة. وفي هذا الاتجاه أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال المؤتمر الصحفي عن توقيع عقد طباعة مصحف قطر في نسخته الرابعة، والتي بموجبها سيتم طبع 600 ألف مصحف موزعة بين الحجم الكبير والمتوسط. اليوم بتدشن مصحف قطر. هذا المصحف أول مرة هي الإدارة العامة هي اللي تبنت طباعته من مصرف القرآن والسنة. عدد المصاحف إن شاء الله اللي بتطبع 600 ألف مصحف، 500 ألف مصحف المقاس الوسط، والمئة ألف مصحف الحجم الكبير. وإن شاء الله بإذن الله طباعته إن شاء الله خلال شهر أو شهر بيكون إن شاء الله واصل للبلد. متعاقدين احنا مع شركة تركية من تركيا هذه فيها، وإن شاء الله بإذن الله عن قريب احنا بنشوف الطبع الرابع. أول مرة هي اللي تبناها الإدارة العامة للأوقاف. تبقى طباعة وتحضير مئات الآلاف من مصاحف القرآن الكريم بدولة قطر ضرورة ملحة من أجل تلبية الطلبات المتزايدة عليه، خاصة وأنه لم تعد تفصلنا عن شهر رمضان المبارك سوى أيام قليلة. وزارة الأوقاف أعلنت والشؤون الإسلامية عن جاهزية مساجد الدولة لاستقبال شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بألف خير. نعم أخوي محمد، مشاهدين الكرام، واليوم معنا في الاستوديو السيد عبد الله معجب الدوسري رئيس قسم توجيه الأمة والخطباء بإدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإن شاء الله بنتعرف من خلاله على تفاصيل أكثر حول استعدادات الوزارة لاستقبال الشهر الفضيل. حياك الله، شرفتنا ونورتنا في برنامج ترحيب. الله يسلمك. يا مرحبا بكم جميعا. يا مرحبا بك يا أبو معجب، والشهر الفضيل على الأبواب.
ودائما الوزارة على أهبة الاستعداد، هذا اللي ننتظره منها، ولا نرضى إلا بالأفضل. فكلمونا عن استعداداتكم لاستقبال هذا الشهر. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نشكر لكم صراحة إتاحة الفرصة للمجال الحديث عن بعض الأنشطة التي ستقام إن شاء الله السنة هذه في الوزارة. طبعا لا يخفى عليكم، الوزارة من قبل الاستعداد عندها قائم على مسائل جميع الأمور ما يتعلق في المساجد أو فيما يتعلق الأنشطة سواء في رمضان أو قبل رمضان، لكن في رمضان تكون الرحال مشدودة على قولتهم. الأمر السنة هذه إن شاء الله لا يخفى عليكم الاستعداد يكون من جانبين، الجانب الفني من حيث توفير المساجد، سبل الراحة فيها، صيانتها، نظافتها، تزويدها بالمصاحف، تزويدها من حيث تكون مريحة للمصلين كعدد واكتظاظ. الجانب الثاني تأهيل إن شاء الله السنة هذه بيكون القراء القطريين المتميزين، دعمهم أيضا استقطابهم بإذن الله في مع القطريين، وأيضا استقطاب القراء الغير القطريين المتميزين. نعم بإذن الله إن شاء الله. ولكن خلت أتكلم شوي بالنسبة للمساجد الجديدة، هذه المساجد متى إن شاء الله بيتم افتتاحها خاصة بالتزامن مع شهر رمضان؟ السنة هذه بإذن الله قبل شهر رمضان إن شاء الله سوف يتم افتتاح ما يقارب 24 مسجد. ما شاء الله 24 مسجد ما بين جامع وفروض على مختلف مناطق الدولة. ممتاز، وأعتقد الأعداد هذه تخلينا نسأل عن أحد أهم المساجد اللي موجودة في قطر، هو مسجد محمد بن عبد الوهاب. هذا المسجد اللي كل سنة نشهد فيه حضور وزخم كبير في القراء والمشايخ، فأعتقد السؤال الأهم والأبرز الآن، شو علوم مسجد محمد بن عبد الوهاب في هذه السنة؟ جامع الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله له وضعية خاصة كما تعلمون، له ختمة سنوية ثم إن شاء الله تنقلونها. ختمة جامع الإمام السنة هذه سوف يكون عليها إضافة أن جميع القراء بإذن الله قطريين مميزين جدد، لأول مرة يخرجون إعلاميا. الحمد لله عيال البلد هم اللي ما شاء الله يمسكون الجامع، هذه نعمة من رب العالمين. كذلك الجامع فيه البرامج الأنشطة الدعوية سواء مع إدارة الدعوة، الأنشطة اللي على مستوى الضيوف سواء من الخارج أو من الداخل كدعاء. نعم، ممكن أنا ودي شوي أدخل بالتفاصيل بتفاصيل الأمة القطريين أو حتى اللي راح يكونون متواجدين إن شاء الله في شهر رمضان في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب. استعداداتهم شلون يعني جهزتوهم؟ هل كان عندهم مثل الدورات العادة وزارة الأوقاف كل سنة تسوي تأهيل، تسوي برامج قبل رمضان خاصة للأمة القطريين، ولكن هذه السنة احنا بقى نتكلم عن الاستعدادات خاصة للأمة القطريين اللي راح يكونون في الجامعة نفسها إن شاء الله. أنت لا يخفى عليك أنت عندك كل سنة دورة أصلاً للأمة القطريين. نعم. سنوياً يجيكم مستقطبين جدد. الجدد الجامع الإمام الأمة اللي بيكونوا متواجدين فيه أصلاً هم أصلاً الحفاظ، الحمد لله رب الحفاظ لكتاب الله عز وجل. غير ذلك أيضاً جاهزيتهم كل واحد أصلاً ما شاء الله له ورده اليومي، الإشراف عليهم من بعض المشايخ، أيضا هم أصلا أئمة فلهم جاهزيتهم أصلا. لكن مسألة التقسيم أنها سويتم الإعلان عنهم إن شاء الله أيضا أسماءهم. بيكون متوزع ما بين 4 عدد الأئمة بيكونون مقسم، كل واحد بيقرأ له، إذا في اليوم عندنا جزء بيكون كل واحد بيكون عليه ربع ومقسمة بينهم وبإذن الله تشوفونهم خلال الفترة الجاية إن شاء الله. ممتاز، وأعتقد الآن نعود للمساجد، هو يودينا عند الأمة ونرجع للمساجد. القطريين نبيهم. الله يوفقكم يا رب العالمين. في الأمور اللي تتعلق بالمساجد قسمت إجابتك الأولى على قسمين، قسم فني والقسم اللي يتعلق بالأمة. نعم. ففنيا السؤال اللي ودنا نطرحه عليك فيما يتعلق بالمساجد القديمة ولا اللي بعضها في بعض الأحياء اللي فعلا قديمة، فودك. نعم. أنك تعيد ترميمها، إيش الخطة في إعادة صيانة بعض المساجد ولا ترميم بعض المساجد القديمة خصوصا اللي برا الدوحة؟ أتكلم مسألة المساجد القديمة، أصلا إحنا عندنا يعني السنة هذه صنا ما يقارب 9 مساجد صيانة شاملة. نعم. نتكلم على الشاملة الآن. إيش يعني صيانة شاملة؟ صيانة شاملة يعني تسكر المسجد ومن وإلى
تعيد صيانته وتأهيله من أول جديد. من أول وجديد بفرشة بصوتياته تجهيزه من وإلى. الصيانة الدورية اللي تقول المساجد القديم أصلا تكون صيانة دورية خفيفة على الجميع. أنت عندك 1300 مسجد، لما أنت على مستوى الشهر الفضيل بتصينها كلها من ناحية صوتيات وتجهيزها، فما عندنا مسألة مسجد عن مسجد، لا الجميع في فرق طواري، في فرق شغالة يعني حتى على مستوى الفترة المسائية 3 فرق طواري يعني كثلاث شفتات. نعم. فيكون الإشراف عليها تجهيزها. المساجد اللي السنة هذه سوينا 9 تمت صيانتها، المساجد القديمة أصلاً تجد أنها صحيحاً تجدها في خطة الصيانة الشاملة أصلاً القديمة، أو المساجد اللي عليها هدم وإعادة بناء. يمكن تلاحظون الآن فترة الأخيرة المساجد القديمة تهدمها ويتم بناءها من جديد. ففي خطتين، خطة لإعادة الصيانة الشاملة. نعم. والدورية. والدورية، الدورية هذه قائمة شغالة أصلاً. جميل. نعم. طيب عندي سؤال، أسمح لي عندي سؤال يتعلق بالمساجد اللي يتم إعادة هدمها وبنائها. ودائما هذا الشخص يطرح السؤال هذا اللي دائما مهتم بالتراث والأثر والأمور هذه. في بعض المساجد ودك انك ما تمسها ولا انها قديمه الأثرية، اكيد انها تقصد. اكيد انها في عين الاعتبار الأمور هذه الأثرية. احنا في تنسيق اصلا معنا مع هيئة الآثار. نعم. ماسكه اصلا مع ماسكه موضوع المساجد الأثرية كتفاصيل، مثال مسجد الرويس، المسجد اللي عندك في راس ابو عبود، جسر ابو عبود. نعم. المسجد حق الخليفي. أيه. اكثر المساجد الاثريه لها وضعيه خاصه عندنا بتاريخها من وإلى، ولا نسوي لها صيانه الا حتى بعد ما ننسق معهم ونعرف شو المواد اللي حتى هم يبونها اصلا. اغلب الصيانات لهذه المساجد تكون داخليه فقط. تقصد داخلية، داخلية كداخل المبنى؟ داخل المبنى، داخل المسجد نفسه الخفيفة. من برا ما تمسونه؟ لا. تقصد الأثري؟ الأثرية هنا. لا حتى الأثري، الأثري لا لهم وضعية خاصة بعد يحطون، مو هو بأثري إن ما حد، لا بالعكس هو يرمم عشان يكون. نعم. فيه أمور الأمن والسلامة تكون. نعم. متوفرة فيه. صح. يكون بالعكس ملم فيه، ويكون مثلا بعضهم مسجد حتى قائم. نعم. ولكن يسوون فيه صيانته كعلى مراحل وأجزاء، بس أهم شيء نراعي مسألة الأمن والسلامة مسجد الأثرية. نعم. الله يوفقكم إن شاء الله ويكتب أجركم بإذن الله. ننتقل للمساجد المتنقلة، ممكن هذا شفناها في السنوات اللي راحت، خاصة في شهر رمضان اللي تكون في حديقة سباير، اللي تكون في مختلف مناطق الدولة. لكن هذه السنة حاطين لكم خطة معينة، حاطين لكم عدد معين من الباصات نفسها. أنت تقصد المتنقلة ولا البورت كابن؟ لا المتنقلة نفسها ومع البورت كابن. المتنقلة نتكلم بشكل عام عن الخطة اللي راح تكون خاصة في شهر رمضان. المساجد المتنقلة طبعا يمكن مش موجودة إلا فرقة أو فرقتين، لأنها. نعم. كانت عمل تطوعي. عمل تطوعي. لكن المساجد البورت كابن تعرف رمضان شهر فضيل. نعم. الكل بيكون متواجد في منطقته أو في بيته أو حسب ما يكون بيصلي. الوزارة عندها بشكل سنوي يعني ما يقارب من 20 مسجد يفتح قبل رمضان جديد، بورت كابن ومواصفات جديدة. يعني ما تشوف تقول مثل المساجد القديمة البورت كابنات، لا بمواصفات عالية، مواصفات جيدة ضد الحريق، الله يحفظنا وإياكم يحفظ جميع المسلمين. مواصفات مع يعني على مستوى إشراف بلدية وأشغال عليه. لا البلدية. نعم. مع البلدية. أنا أشوف أن الاستعدادات الفنية وأيضا المتعلقة بالأئمة على ما يرام، الأمور ماشية على الحمد لله. شوف حتى على موضوع الاستعدادات الأئمة، أنت عندك الحمد لله أن التأهيل للأئمة القطريين والقراء واستقطابهم على مستوى دعم طيب. مسألة أن عندك الآن تؤهل الأئمة القطريين والقراء وتستقبلهم وتجهزهم يمون بالمصلين، هذه ثقافة والله الحمد طيبة نزرعها في عيالنا وأخواننا. نعم. أنها تزرع فيه حب القرآن وحب حفظه وتلاوته على الجماعة المصلين. ممتاز. أنا أبغى أسألك على مسألة طبيعة هذا الإعداد والتأهيل، إيش نوع البرامج اللي تقدم لهم؟ هل المسألة متعلقة فقط بالتأكيد على حفظ آيات معينة أو حفظ الكتاب، أو أيضا تدخل فيها أمور تتعلق بالتجويد وتتعلق بطبيعة القراءة وصحة القراءة أيضا؟ مسألة القراء أصلا الأهم نقطة في مسألة حفظ القرآن مسألة الأداء والجودة، بحيث أنه يكون أداء القارئ صحيح. نعم.
مخارج الحروف تكون صحيحة، خارجة من مخرجها صحيح. فإذا حفظ على طرق صحيحة تجد أن ربي فتح عليه. لكن أسس الشيء على خطأ، إذا حفظ على خطأ، طبعا مراكز التحفيظ عندنا ما شاء الله تبارك الله، يعني إحنا عندنا الآن تعاون مع إدارة الدعوة، يرسلون لنا استقطاب الطلبة اللي حافظين القرآن الكريم من القطريين والمقيمين، ما شاء الله أرسلوا لي كشف في 60-65 اسم من الحفظة اللي من مواليد، أنت تتكلم على 2099 و2002 و2003 اللي عمره 18 حفظه حافظين، يعني لأن احنا بنستعين ندعمهم ونشجعهم في المساجد اللي في المناطق. فما شاء الله يعني جهد مهم بسيط في هذه الدولة المباركة، اللهم لك الحمد، الحمد لله. يخرج من مراكز التحفيظ عندك هذا العدد 60 اللي هم أيضا فرزوهم، نعم. اللي هم أعطونا الأصوات المميزة، وغير اللي في أصوات اللي صوتها حسنة، مش انقصاء من حقهم، لكن لا، هؤلاء قالوا لهم الصلاة معهم يعني ناس جاهزين، تعرف رهبة الإمامة والصلاة بالناس لها وضعية. نعم، الله يوفقكم إن شاء الله. ممكن أنا عندي سؤال أخير، ممكن مثل ما ذكرت 65 قارئ هذا بعد الفرز، بعد اللي أرسلوه لكم، لكن هذا يبين الإقبال صراحة ممكن على البرامج اللي تقدمونها. ومثل ما ذكرت عندكم البرامج، برنامج الأئمة سواء للقطريين حتى للمقيمين، لكن أنا بتكلم شوي على الإقبال على البرامج نفسها، سواء من بدايتها، من بداية السنة إلى نهايتها، خاصة من تبتدي الوزارة نفسها تدشين البرامج نفسها أو فتح الأبواب للتسجيل والدورات نفسها. نبقى نتكلم عن الإقبال، خاصة الإقبال للقطريين نفسهم على هذه البرامج. إحنا سلمك الله عندنا في السنة ما يقارب من دورة إلى دورتين حسب العدد. نعم. الدورة تقوم بتأهيل الأئمة والخطباء القطريين، يكون التأهيل لهم عبارة عن دورات في الفقه، في العقيدة، دورات في الخطابة، دورات في التجويد على شكل حلقات، ويكون فتراتها مسائية طبعا من خلال أيضا منبركم هذا، الدعوة للجميع من يجد في نفسه الرغبة لأنه يكون إمام. بالعكس، احنا مكاتبنا مفتوحة في برج الوزارة، نستقطب الأئمة وندعمهم، وعندنا مرونة حتى بمسألة الالتزام في العمل، يعني معفيين من صلاة الظهر دور الإمام. الدورات جدا بسيطة، مدة الدورة تقريبا 3 إلى 4 أشهر، يجتاز بعدين فيها بشهادة، بعدين يرشح على مسجد اللي جنبيته، يعني فيها نوع من يعني منزلة الإمامة. وظيفة الإمام هذه وظيفة الأنبياء والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فوظيفة عظيمة يعني سبحان الله. فمن خلال منبركم ندعو أي شخص عنده استعداد، عنده قابلية، الساعة المباركة يجي يقدم عندنا. الله يجزاكم خير، وعسى الله يكتب أجركم إن شاء الله. كل الشكر لك سيد عبد الله معجب الدوسري، رئيس قسم توجيه الأمة والخطباء بإدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يعطيك العافية. الله يحييكم وإياكم. الله يحييكم. لا أنت يا أبو ولنت. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نتابع بعده ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام. تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اختتمت أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض مشتريات والتقاعدات الحكومية مشتريات 2018 الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع هيئة أشغال العامة أشغال وبنك قطر الوطني. بالفعل يا سعود، وللمزيد حول المؤتمر وما تم إنجازه خلال فترة انعقاده، معنا في الاستوديو السيد صالح بن ماجد الخليفي المدير التنفيذي لتوطين الأعمال بالإنابة في بنك قطر للتنمية، وأيضا السيد إبراهيم بن جابر الرميحي مستشار تحقيق القيمة في بنك قطر للتنمية. مرحبا بكم وسهلا، شرفتونا ونتشرف بكم دائما شباب، نفتخر به يعني. احنا اللي لنا الشرف صراحة، وأول ما نبدأ به نشكر قناة الريان على صراحة التغطية المميزة ومعانا ودعمهم دائم للبنك والرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. طبعا في الأول والأخير هذا واجبنا يا أخوي صالح. في البداية ودنا نعرف
المشاهدين عن أبرز أهداف مؤتمر مشتريات اللي هو في نسخته الثالثة. معرض ومؤتمر مشتريات اللي نظمه بنك قطر للتنمية ووزارة المالية، نعم. الهدف الرئيسي منه هو إتاحة الفرصة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة أنهم يتواصلون مع المشترين الرئيسيين لمعرفة احتياجاتهم متطلباتهم والفرص التعاقدية لسنة 2018 ولتسجيل رغبتهم بتوريد والانضمام لقائمة مزودين الخدمات. اليوم أغلب الشركات الصغيرة ودها أن توصل وتورد للحكومة وللمشترين الكبار في الدولة سواء كانوا جهات شبه حكومية أو جهات خاصة، نعم. وهذه المنصة الرئيسية للتعارف وخلق حلقة الوصل بين الجهتين. بالفعل، وأعتقد من أهم الأشياء اللي الواحد يبحث عنها في مؤتمر كمشتريات أنه يجد ضالته في أنه يوصل بينه وبين المشتري، نعم. فإذا كان رائد الأعمال ذو الأعمال الصغيرة المتوسطة يبحث عن شيء فضالته سيجدها في مشتريات. إبراهيم، هذا المكان بالنسبة للشركات الصغيرة المتوسطة مثل ما تفضل صالح فعلا هو حلقة وصل، لكن إلى أي مدى تعتقد أنه ممكن الشركات الصغيرة المتوسطة هذه تستفيد من هكذا مؤتمرات أو هكذا ملتقيات صحة التعبير؟ والله الحمد لله احنا مثل ما شاهدنا هذه النسخة الثالثة ومثل ما صار في السنة الأولى والثانية وهذه السنة الثالثة العدد في ازدياد، الحمد لله والإقبال في ازدياد، وطبعا انطباع إيجابي عن المعارض اللي صارت قبل. شفنا مثلا في السنة الأولى تقريبا بما يقارب 25 عارض من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، عندنا السنة الثانية 30 عارض وهالسنة الحمد لله وصلنا ل 40 عارض وفرص كثيرة مطروحة في السوق. الشركات تزور المعرض وتقدر توصل لهذه الفرص وتعرف شنو احتياج السوق، يعني من ناحية المعلومات من ناحية الوصول لأسواق التعاقدات. نعم، الله يعطيك العافية أخوي صالح. ممكن شفناها المعرض هذا العام حقق ما شاء الله قفزة نوعية كبيرة سواء من المشاركين سواء من الزبار أو حتى الشركات اللي موجودة مشاركة في هذا المعرض، ودنا نتكلم ونعرف المشاهدين أكثر عن حجم التعاقدات اللي صارت في هذا المؤتمر والمعرض. من المستعان برافو تجي معك تعاقدات. لا لا. تعاقدات صراحة هذا المقياس الرئيسي اللي احنا نقيس فيه أدائنا اليوم كإدارة توطين الأعمال هو كمية الصفقات والعقود التي تم ترسيتها على الشركات الصغيرة والمتوسطة. نعم. اليوم جميع هذه العقود تم ترسيتها سواء أخذتها الشركات المساهمة والشركات الكبيرة في الدولة. دور البنك اليوم إعطاء الفرصة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. في سنة 2016 كان ما يقارب 150 مليون. نعم. في سنة 2017 ارتفع هذا العدد إلى 700 مليون. نشوفه رقم ضخم. وأنا دائما أقول مع كل يعني مع كل تحدي هناك فرصة. الكل يذكر الحمد لله، أنا أقول كانت فرصة ضخمة وجود الحصار الجار على دولة قطر أن أعطى فرصة ضخمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في توريد وكسب جميع أو عدد ضخم من العقود. وإن شاء الله السنة احنا حطينا لنفسنا يعني هدف أصعب اللي هو مليار ريال قطري من أصل 6.4 نعم. مليار ريال قطري، وإن شاء الله نرجع لكم السنة الجاية بأرقام تبيض الوجه بإذن الله إن شاء الله. ودائما حن إذا تكلمنا عن الاقتصاد بنبحث عن الأرقام، نعم. ولكن خلني قبل أن نروح لإبراهيم أبغى أتكلم معك يا صالح على موضوع ما بعد الأرقام. أبغى أسألك عن سؤال يتعلق بالثقافة. هذا الرائد الأعمال اللي عنده شركة صغيرة أو متوسطة، ثقافة الدخول في السوق والتعاقد مع القطاع الحكومي من جهة وحتى القطاع الخاص الضخم من جهة أخرى، هل الثقافة مؤخرا باتت في تطور؟ يعني شفت الوضع والله الناس بدأوا يعون لأهمية الذهاب للقطاع الخاص ولا نفس السابق كنا يعني؟ احنا الناس نظن ان الهدف من مؤتمر مشتريات هو ان العقد او الصفقة راح تقع في المؤتمر. الهدف من المؤتمر هو تعارف ولا خلق فرص للتبادل المعلومات بين الجهتين وزيادة الوعي بشكل أساسي. احنا على مدى 3 أيام عندنا ورشات مكثفة في المعرض للمشترين وللشركات الصغيرة والمتوسطة. المشترين الكبار نوعيهم عن كيفية تسهيل آليات المناقصات، كيفية التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الخدمات اللي احنا نقدر نقدمها من البنك سواء أدوات المالية وغير مالية لتساعدهم، وفي الجهة المقابلة مع رواد الأعمال طريقة التعامل مع هذه الملفات الكبيرة ولا بعض المصطلحات التقنية اللي هم رواد الأعمال
يمكن ما يعرفون يتعاملون مع البيروقراطية الحكومية بشكل أو بآخر. فالهدف الرئيسي لهم هو زيادة الوعي، ومثل ما ذكرت من شوي إن اللي شفناه من الحصار زاد الوعي بشكل كبير عن عدد الشركات الموجودة والعدد الشركات، وكثير من المشترين انبهروا وقالوا هالشركات ما كنا نعلم، أو هذه المصانع لم نعلم بوجودها في الدولة. العدد والنوع أيضا بالضرورة، نعم. دائما نبحث عن الجودة النوع. الجودة وهذا اللي لاحظناه للأمانة مؤخرا، يعني لا أقولها رياء، بالعكس احنا لاحظنا مؤخرا اختلاف نوعي في نوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة. المسألة صارت ترتفع في 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 المعايير. أعتقد إبراهيم نختم معك قبل نروح الفاصل اللي عندنا الحين عشان نعود بعد الفاصل نكمل الحوار. إبراهيم سريعا، في هذه التعاقدات عند الشركات هذه، هل عند الشخص اللي بيجي يتعاقد مع الحكومة ولا مع أي مورد أو شركة كبيرة عفوا، عنده مسألة أن أنا داخل هذا الموضوع عقدي مع المالية أو دخولي كشخص بدخل في مناقصات جاهز، ولا ممكن بعضهم يبدأ توه لأول مرة؟ في شركات صراحة توها بادية مثل رواد الأعمال، يعني مثل ما ذكر أخوي صالح خاصة عقب الحصار زاد هذا الوعي عند الشركات، والحمد لله يعني قام شرط تفقه لكيفية وآلية الدخول لهذه المناقصات. نعم. وفي فرص طبعا للشركات الجديدة يعني اللي داخلة في السوق. نعم بإذن الله إن شاء الله بندخل في التفاصيل خاصة في الفرص ومدى ثقة الشركات بالشركات الصغيرة إن شاء الله. خلينا نقول خاصة أن هذا الشيء مهم. ولكن مشاهدينا الكرام ننتقل معاكم إلى فاصل قصير وبعدها نستكمل حوارنا مع ضيوفنا إن شاء الله. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نتابع الحديث مع السيد صالح ماجد الخلايفي المدير التنفيذي لتوطين الأعمال بالإنابة في بنك قطر للتنمية، والسيد إبراهيم جابر الرميحي مستشار تحقيق القيمة في بنك قطر للتنمية. حياكم الله من جديد وشرفتونا، وإن شاء الله نستكمل الحوار وندخل في أهم التفاصيل اللي ممكن تهم المشاهدين إن شاء الله. أخوي صالح نرجع ونتكلم، أودي أسألك عن جائزة مشتريات الوطنية اللي تم تدشينها العام الماضي. هذه الجائزة اللي لأي مدى تخلق خلينا نقول بيئة تحفيزية خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذه الجائزة إن شاء الله هل راح تستمر وشون كان الإقبال عليها؟ ودنا ندخل خاصة في هذه التفاصيل، تدري يعني هذه الشركات تهمهم هذه المسابقات. صحيح. وهذه الجوائز. استكمالا على سؤال أخوي محمد. نعم. اللي قال شلون تقدر تحفز المشترين الكبار وليش اليوم أنا كمشتري كبير ولا كشركة خاصة أروح مع الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ فهقنا هذه الجائزة لتشجيع المشترين الكبار على الشراء وتيسير عملية المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة. السنة فازوا معنا ثلاث وزارات. نعم. وزارة البلدية، وزارة الصحة، وزارة البلدية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وشركة أوكسيدنتال، وهيئة الأشغال العامة. نعم. وكانوا أكثر الشركات اللي لديها بيئة مساعدة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، وهذا جبناه بناء على الأرقام التي تحققت من مشتريات 2017. نعم. فالجائزة مبنية اليوم نجلس معاهم في مشتريات 2018، نعرف إيش هي الفرص الموجودة عندهم وندقق على هذه الأرقام في بداية السنة الجاية. نعم. وهذه في النهاية جائزة يرعاها معالي رئيس مجلس الوزراء، ونشوف صراحة منافسة كبيرة يعني، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. بين المشترين الكبار. بكرة تبغي كل مشتري يقول له والله جهتي هي أكثر جهة داعمة لريادة الأعمال، ومش فقط بالكلام، بالأرقام. بالفعل تكلم عن وزارتين وتكلم عن أكسيدنتال وتكلم عن هيئة أشغال، فأعتقد صحيح. الحافز كبير. نعم. وبالأرقام أيضا. نعم. توجه لأخونا إبراهيم على مسألة القواعد أو قواعد البيانات اللي موجودة عندكم في أعداد الشركات اللي كانت منضمة في هذه السنة ومنضمة في... أعتقد الترند راح يختلف ويعطيكم مؤشر معين ممكن تدرسونه، فكلمنا على الأعداد وإيش المؤشر اللي أخذتوه من اختلاف الأعداد هذه؟ طبعاً الحمد لله هالسنة مثل ما قلت لك الإقبال والزوار أكثر من السنين اللي راحت. عندنا حصر معادل تقريباً يعني اجتماعات ثنائية صارت في خلال هذه الأيام أكثر من 200 اجتماع ثنائي مع الجهات، لكن في بعض الشركات يعني يظنونهم بيوقعون العقود مثلاً في الحال. طبعاً هذه مسألة العقود تأخذ فترة أطول، ما تدري كل شركة لها سياساتها وقوانينها في المناقصات وفي العقود.
وترسية العقود. فتقريبا احنا نقدر ناخذ منهم تعاقدات عقب شهور من هذا المعرض. احنا طبعا في تقارير دورية وفي اجتماعات تصير معاهم نجمع التعاقدات نعلن عنها ان شاء الله السنة الجاية في المشتريات الجاية عنها ان كم وقت وقعت العقود. مثل ما ذكر اخوي صالح تقريبا احنا نهدف الى مليار تقريبا في هذه السنة ان شاء الله. ممتاز. الاعداد هذه تخلي الواحد يتحفز صراحة. شيء طبيعي يخلي الواحد يتحفز، ولكن انا ودي ارجع للجانب المهم اللي هي الجلسات النقاشيه اللي تكون. ما راح اتكلم عن معرض ومؤتمر مشتريات، لا، كل المعارض اللي تقوم او اللي تكون تحت اشراف بنك قطر للتنميه دائما نشوف هناك جلسات نقاشيه مع رواد اعمال سواء قطريين او من الوطن العربي او حتى من العالم، يعني حتى تجيبون افضل الناس. هذا يبين انتم الداعم الأول للبزنس مان القطري، خلينا نقول، أو لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولكن نتكلم عن هذه الجلسات النقاشية، مدى الاستفادة منها ومدى الإقبال خاصة من قبل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. احنا نتكلم عن الورش التي تقام اليوم في مشتريات، يعني اليوم ما شاء الله قاعة 50 شخص كانت ممتلئة. الورش فيما يخص مشتريات هي في كيفية كتابة البروبوزل ولا كيفية تقديم العقود ولا تقدم للمناقصات الحكومية. حتى كنا نراجع يعني بعض حتى الطلبات اللي في، يعني مثلا في بعض الاشتراطات احيانا البسيطة اللي تجعل المتقدم يخسر المناقصة، سواء نظام المظروفين وغيره من الأنظمة يعني التعاقدية. أما ما يخص بالورش فاليوم بنك قطر التنمية عندنا جدول متكامل من الورش يغطي الورش العامة للشخص اللي عنده مرحلة الفكرة إلى عملية الاحتضان. نعم. إلى ورش عن عملية التمويل، عملية بدء المشاريع التخصصية سواء كانت مصانع أو منشآت صحية أو مطاعم، إلى حتى عملية التصدير. اليوم احنا ناخذ بيد مصنعين قطريين. نعم. وناخذهم الى اكثر من 29 يعني معرض عالمي في الوطن العربي. نعم. وصلنا الى امريكا لترويج المنتجات القطريه حول العالم. ولكن هالامور كلها احنا دائما نتكلم عنها خدمات موجوده، واحنا جزء من منظومه رياده الاعمال. نعم. الوزارات موجوده، الرعاه صراحه اللي لا يمكن ان يكون هذا بدونهم، شريك استراتيجي اشغال والراعي الذهبي بنك قطر الوطني. ولكن نحتاج اليوم كل من يسمعنا انه يمر على بنك قطر للتنميه، تواصل معنا اليوم جميع الفرص اللي تكلمنا عنها اللي فاته المعرض، الموقع الالكتروني موجود، ونحتاج فقط الجديه من رواد الاعمال. ان شاء الله الجديه موجوده يا اخوي محمد، وخاصه ممكن انا احد الحاضرين لاحد معارض بنك التنميه وشفت احد الحضور سواء من اصحاب المشاريع المتوسطة أو حتى الصغيرة، شفتهم اليوم حاضرين يشوفون ويستمتعون بهذه الورشة. ثاني سنة أشوفهم هم نفسهم المقدمين الورشة. نعم. رائد أعمال. جميل، أعتقد هذا مؤشر جميل فاق المؤشرات الرقمية. إبراهيم، أبغى أسألك على مسألة رواد الأعمال هذول، أعتقد أن عندهم تحديات يسعى بنك التنمية إلى أو بنك قطر التنمية إلى تذليلها، لكن في المقابل أنتم أيضا تسعون لتذليل هذه العقبات، عدم تنميه صوره ثقافيه معينه مغلوطه. فكيف يتم التوازن؟ يعني انت في نهايه المطاف اذا جيت تبغي تلم الشيء اللي ماشي في مسار خطا قد يحدث خطر جانبي او سايد افكت لهذا الشيء، كيف تحرص انك تعمل هذا التوازن؟ الله يسلمك. دائما نحاول نكون قريب من الشركات ورواد الاعمال. عندنا مبادرات منها مثل مجلس رواد الاعمال والفكره، ومبادرات اخرى مثل مجلس رواد الاعمال بشكل دوري نجتمع مع الشركات ورواد الاعمال، نسمع آرائهم، نسمع مشاكلهم وتحدياتهم، ونحاول قدر الإمكان تذليل هذه العقبات. من ضمنها عندنا من الخدمات اللي ننتجها والمبادرات اللي ننتجها اللي عندنا كذلك اللي هي الخدمات الاستشارية، من ضمنها جدوى. فقبل تبتدي المشروع عندنا دراسة جدوى فرضا تبين لك مدى جدوى المشروع نفسه. نعم. هل هو تعتبر ممكن انه يكون ينجح ولا ممكن انه يفشل، ويحطون لك مخاطر ويحطون لك الامور. عندك مثل التمويل، يعني الحمد لله الشركات نحاول كنا نمول الشركات والمصانع وشتى قطاع الشركات يعني. وكذلك نحاول نساعد الشركات على الاستدامة، يعني وايد مشاريع تفتح ومثلا تفشل تسكر. نعم. وهذا يسبب خلل في الاقتصاد، لكن احنا نحاول
نحاول نضمن الاستدامة في هذا المشروع. نعم، خاصة ممكن عندكم بعد العيادة اللي هي موجودة نعم. في بنك قطر للتنمية. كذلك عندنا برنامج عيادة. تكلمنا عنها أكثر أخوي إبراهيم على أساس حتى المشاهدين يتعرفون أكثر عن العيادة اللي موجودة في بنك قطر. هذه تعتبر من ضمن الخدمات الاستشارية. عندنا برنامج عيادة للشركات المتعثرة. إعادة هيكلتها، إعادة استراتيجياتها، نحاول أن نحولها من شركة متعثرة إلى شركة ناجحة خلال وقت إن شاء الله. عندنا كذلك إذا تبي مثلا مبادرة تسويق، يعني إحنا لاحظنا أن بعض الشركات عندها خلل في تسويق منتجاتها، فإحنا نحاول نضع معاها خطط استراتيجية تسويقية. جميل، أنا أشكركم صراحة. يبدو أن الأمور ماشية إلى حد كبير على ما يرام، لذلك أختم معك أبو ماجد على سؤال يتعلق برسالة توجه لكل من يشاهد قناة الريان الآن. شو ودك تقول لهم فيما يتعلق بريادة الأعمال؟ أنا قبلها بس بحاول أقنعكم أنتم أنكم تزورونا. أنا صار لي فترة مع أحمد العيدة، أبغيه يجينا المكتب ويفتح مشروع، ولكن إن شاء الله نقنعكم ونقنع الأخوة المستمعين. اليوم البنك موجود لخدمة رواد الأعمال، والعملية ليست سهلة. الكل يظن أن ريادة الأعمال اليوم بضغطة زر أو أن دراسة الجدوى اللي احنا بنعطيهم إياها راح تنتهي بكلمات إيجابية ولا بالتمويل سهل، أو حتى بعد ما يفتح المشروع السوق يتغير. اللي كان قبل 5-6 غير اللي بعد 5-6، التكاليف تتغير، وهذه سنة الحياة. احنا دورنا اليوم موجود ان احنا نساعدكم، عندنا جميع الخدمات، ولكن نحتاج من رواد الأعمال الصبر والمثابرة، وهذا اللي صراحة احنا نراها منهم. يعني لا يزعلون إذا قلنا لهم مثلا هذه المخاطر الموجودة، ولا قلنا لهم يعني بالعادة تبيين المخاطر لا يعني المشروع فاشل، ولكن يعني تجنب هذه المخاطر. فأبواب البنك موجودة سواء في السوشيال ميديا، في أفرعنا المختلفة، سواء في الصناعية في حاضنة قطر الأعمال، في كتارة في مركز بداية، أو في الفرع الرئيسي في شارع البنوك. احنا متواجدين وابوابنا مفتوحه، نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله، والله يكتب اجركم يا اخوان، وبيض الله وجيهكم. كل الشكر للسيد صالح ماجد الخليفي المدير التنفيذي لتوطين الاعمال بالانابه، وكل الشكر كذلك للاخ ابراهيم جابر رميحي مستشار تحقيق القيمه في بنك قطر للتنميه. يعطيكم العافيه وشرفتكم. الله يعافيك. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، في الشان الثقافي وتحت تنظيم ديوان العرب انطلقت المرحلة الثانية من مسابقة شاعر الجامعات بجامعة قطر. نشاهد معكم هذا التقرير. انطلقت المرحلة الثانية لمسابقة شاعر الجامعات، والتي ينظمها ديوان العرب بمركز قطر للشعر التابع لوزارة الثقافة والرياضة، وبالتعاون مع جامعة قطر في مبنى النشاط الطلابي. هذه مسابقة شاعر الجامعات، هي تبني من ديوان العرب لوجود مواهب شعرية شابة في 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 قطر، في كل الجامعات، سواء من القطريين أو من المقيمين في قطر، في الشعر النبطي والشعر الفصيح. وصلنا عدة مشاركات، والآن وصلنا للمرحلة الثانية، والمرحلة الثانية بتأهل للنهائي. هناك مواهب شابة واعدة بالنسبة للشعر الفصيح، وأيضا بالنسبة للشعر العامي. وبالفعل هناك أبيات يعني وصلت إلى اللجنة تعبر وتنم عن قريحة جيدة وواعدة ولها مستقبل. تعد المرحلة الثانية مرحلة التأهيل، وتتم خلالها التصفيات الثانية للمسابقة، وعليه يتأهل 3 مشاركين من الشعر النبطي والفصيح إلى المرحلة الأخيرة، وهي تتويج الفائزين. مسابقة شاعر الجامعات مسابقة كبيرة على مستوى دولة قطر، جامعات قطر كلها. حسة الطالب، احنا ندخل جامعة قطر ننسى احنا شعارنا، ننسى حياتنا اليومية، لكن بيض الله وجه ديوان العرب اللي يعيشون جو الشعر بما ينفعنا، واللي خلونا نتعرف على زملائنا الشعراء في جامعة قطر، ونتمنى التوفيق للجميع. ديوان العرب ما قصروا، قدموا الشعر على جهتين، على ما يقولون اللي هو شعر النبط الشعبي والشعر الفصيح. والشعر الفصيح يخدم الأدب، والشعر النبطي يخدم الأدب. طبعا شعر الجامعات تم الإعلان عنه تقريبا قبل أسبوعين جامعة قطر بشكل عام، وقدمنا وحبينا ان نكون حبينا ان نتواجد في هذه المسابقه، المشاركه مع شعار قطر والمنافسه
والله يوفق الجميع. تهدف المسابقة إلى مشاركة طلاب الجامعات في المسابقة التي يحتضنها وينظمها ديوان العرب بمركز قطر للشعر، بهدف تنمية قدرات الشباب في مجال الشعر وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواهبهم وتشجيعهم وتحفيزهم على تناول الشعر الفصيح والنبطي. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد هذا التقرير. وفي إطار تشجيع القراءة بين مختلف شرائح المجتمع، أطلقت وزارة التعليم والتعليم العالي أسبوع القراءة، كما أن العديد من مؤسسات الدولة على رأسها وزارة الثقافة والرياضة شهدت حراكا ثقافيا نشطا خلال الفترة الماضية يتزامن معها افتتاح مكتبة قطر الوطنية. بالفعل يا سعود، معنا في الاستديو اليوم بإذن الله الروائي القطري عيسى عبد الله لنتحدث معه عن أهمية القراءة وأهمية التشجيع عليها. يا مرحبا بكم، السلام يا عيسى. يا هلا ومرحبا فيكم. الله يحييك يا عيسى، شرفتنا ونورتنا. في البداية نبتدي معك كروائي، نتكلم عن واقع القراءة نفسها وندخل شوي في التفاصيل، نتكلم عن أهمية القراءة خاصة مع شرائح المجتمع. والله السؤال جميل وجيه في وقته. طبعا احنا في هذا الاسبوع نعيش اللي هو اسبوع القراءة والاحتفاء بحقوق المؤلف. طبعا كان عندنا حفل توقيع يوم الأحد في معرض مكتبة جامعة قطر، وكان في احد الصحفيين الموجود هناك في المعرض، فطرح علي هذا السؤال، قال لي ما هو رأيك في عزوف الشباب عن القراءة؟ فقلت له ليش يعني قلت عزوف، يعني ليش كلمة عزوف هذه الموجودة يعني اللي دائما نرددها يعني من حين إلى حين؟ فقال ما نشوف يعني في مجتمعنا ناس يعني موجودة في الأماكن العامة تقرأ مثلا، أو في مقهى أو في طائرة أو شيء من هذا القبيل. فقلت له لكن هذا ليس بمقياس أن المجتمع يقرأ أو لا يقرأ، لأن أنت في عادتك أنت يوميا تقرأ أساسا، لكن وجوب القراءة أو وجود القراءة اللي هي الفرد الذي يقرأ الكتاب من غلافة إلى غلافة، هذا شيء نخبوي. ليس كل المجتمع مطالب بأن يقرأ مثل هذه الكتب، ودائما تجدهم هؤلاء الأفراد هم اللي يقرؤون الروايات أو القصص أو المجموعات القصصية. هذه في الأساس موهبة وهواية. لذلك نحن ننصح دائما الآباء في البيت أنهم يعودون أطفالهم على القراءة منذ الصغر، لأن لو عودوا على القراءة هو يكسبها هذه المهارات، لأن ليس كل من يقرأ دائما نرددها. القراءة لها تكنيك ولها موهبة ولها قدرات معينة يعني تكون موجودة، أهمها هي القدرة اللغوية في الأساس. فكيف الشخص يكسب هذه القدرة اللغوية إذا ما كان من صغرها هو قارئ؟ ويأخذ بالتراكم في نهاية المطاف. صحيح. أن يطلق أسبوع كهذا في المدارس أتوقع الرسالة واضحة جدا، التوعية بأهمية القراءة. لذلك أبغي أسألك على مسألة كيف ممكن أسبوع كهذا يساهم فعلا بأنه يراكم لدى الطفل في المدرسة مفهوم أن القراءة والله مهمة إلى حد كبير. صحيح أنه مسألة الغلاف إلى الغلاف، القراءة الجلدية هذه صحيح، لا يجب أن تكون لدى الجميع والجميع ليس مطالب بها، ولكن فكرة القراءة بأن يطالع الشخص أمور ليست من تخصصه هي فكرة مهمة. فكيف راح يساهم أسبوع مثل هذا في أنه يزيد الوعي لدى طلابنا في المدارس، بما أن أسبوع موجه بالشكل الرئيسي للمدارس، في أنه فعلا يوعيهم لأهمية القراءة؟ في شيء جميل استحدثته المدارس هذا العام، وجود الكتاب نفسهم ضمن المجتمع الطلاب، وإدخال المؤلف أو الكاتب في هذه البيئة شيء محفز جدا لهؤلاء الطلاب. يعني لما طالب يشوف شخص قريب من سنه، خصوصا احنا نعيش في الحين في هذه المرحلة نعيش وجود الأقلام الشبابية، فوجود الأقلام الشبابية جدا محفزة لدى جيلهم من الشباب منهم يدخلون في هذا المضمار، أو انهم يقرؤون لأقرانهم من نفس ذات الفئة العمرية. وجود أيضا الكتاب المهتمين في قصص الأطفال،
وجودهم بحد ذاتهم داخل المدرسة وجلوسهم مع الطلبة، قراءتهم لهذه القصص، أن يتعرف الطالب هذا الصغير على هذا المؤلف ويأخذها كقدوة له. يعني دائما نحن وإحنا صغار نقول أنا بسوي نفس أبوي ضابط، ولا أنا بسوي نفس أخوي مهندس، ولا أنا بسوي نفس فلان شخصية عامة أو شخصية في المجتمع لمحناها أو نظرنا لها وتعلقنا فيها أن نحن بنصير نفسها. فوجود الكاتب في هذا المكان أيضا يدفع الطلاب إلى أنهم يأخذونه كقدوة، يأخذونه كشيء أنا أحب أن أكون نفسه في المستقبل. يعني نعم أخوي عيسى، ممكن أسبوع القراءة يأتي في ظل حراك واضح أو حراك ثقافي واضح تشهده مؤسسات الدولة، نشوفه خاصة طبعا مع افتتاح مكتبة قطر الوطنية، ولكن من وجهة نظرك يعني هذا الحراك الثقافي اللي يصير افتتاح مكتبة قطر الوطنية، هل هو بيدفع الناس للقراءة؟ عجلة الحركة الثقافية في قطر مستمرة، لا تعتمد على 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 موسم أو على 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 هذا الأسبوع. يعني تجد الفعاليات الثقافية مستمرة على مدار العام. يعني دائما يعني احنا نردد، لو انا كنت لاعب كورة كنت انا راح اهتم في البيئة هذه او راح احصل على معلومات عنها. لو كنت انا فنان تشكيلي او رسام راح اكون موجود في هذه البيئة واهتم فيها واعرف الشخصيات الموجودة واعرف كل الاحداث الموجودة فيها. ايضا انا ككاتب او مثقف فانا اعرف هذه الاشياء موجودة واتابعها اول باول. وجود هذا الأسبوع يعني ومؤسسات واشتراك جميع مؤسسات الدولة في دعم هذا الأسبوع ودعم القراءة ودعم الثقافة، احنا نحتاج الى مثل هذا الشيء كنوع يعني اكثر 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 اهتماما او اكثر حدة من على مدار العام. طبعا في نشهد خلال الأسبوع هذا اللي هو معرض مكتبة جامعة قطر، معرض الكتاب في معهد الدراسات العليا، معارض كتب في العديد من المدارس الابتدائية والثانوية والإعدادية. كل هذا يعني نحن في أسبوع حافل في العملية الثقافية بمختلف أشكالها. طبعا لا ننسى أيضا وزارة الثقافة والورش والندوات واللقاءات والمحاضرات اللي تسويها على مدار شكل يوم. يعني أنا يوميا تصلني مسجات عن محاضرات موجودة داخل الوزارة، عن ندوات، عن مناقشات. هذا شيء جميل جدا، يعني نحن نحتفي بهذا الأسبوع بهذا القدر وهذا الزخم من الأسماء الثقافية، من الأسماء الكتاب، من الفعاليات الموجودة في كل مكان. نعم جميل، أنت ذكرت مكتبة جامعة قطر أو معرض الكتاب عفوا في مكتبة جامعة قطر. نعم. وأعتقد غدا سيكون آخر يوم في هذا المعرض وأنت مشارك فيه. صحيح، كروائي وأيضا كعارض مع دار روزا. فكلمنا على قضية وجود مثل هذه المعارض وكيف ممكن من خلالها نقيس إقبال المجتمع القطري وأفراد المجتمع القطري على القراءة تحديدا. يمكن خير مثال أو خير دليل على يعني إقبال المجتمع القطري على الكتاب وعلى القراءة هو معرض الدوحة الدولي للكتاب. نعم. لأن معرض الدوحة الدولي للكتاب عام بشكل أكبر والجمهور فيها أكثر كثافة. يعني إحنا اليوم نقول معرض الكتاب في جامعة قطر هو يقتصر على البيئة أو على المكان الموجود فيه، على دور النشر في قطر وأقبال الطلبة الموجودين في الجامعة. يعني منذ اليوم الأول شهدنا، إحنا أنت أيضا كنت موجود هناك، شهدنا الإقبال الطلبة واهتمامهم بالتواجد هناك. يعني كان عندنا محاضرة، كان عندي محاضرة هناك، استمتعت جدا بتواجد الطلبة وبحماسهم وأسئلتهم اللي كانوا يطرحونها. يعني كان هنالك اهتمام، كان هنالك حضور، كان هنالك رغبة في معرفة تفاصيل الكتابة كمؤلف، شلون تكتب، شلون تسرد هذه القصة، شلون أنا أصبح كاتب. وجود هذه الأمور جدا جميلة ومحفزة. معرض الدوحة الدولي للكتاب وأقبال الناس، ودائما في نهاية المعرض تكون هناك أرقام وأحصائيات عن الزوار، دائما هذه الأرقام عالية وأحصائيات كبيرة. لولا هذا الإقبال وهذا الزخم ما كانت يعني دور النشر تعنت أن تأتي من خارج قطر إلى داخل قطر وتشحن كتبها وتجيب إصداراتها، قد يكلفها يعني المبالغ كثيرة هذا الشحن. نعم أخوي عيسى، ممكن أنت ما ذكرت الحين من خلال حديثك عن إقبال الطلاب نفسهم أو حتى القراء نفسهم أنهم يدخلون شوي في التفاصيل، أنه شلون أكتب الكتاب، شلون ممكن أصيغ هذا الكتاب. وشفنا إحنا ممكن في الفترة الأخيرة إقبال الطلاب كلها على الروايات، يبغون روايات ما يبغون كتب ثقافية، ما يبغون ليش يعني بالذات الرواية لأنه يعيش معاها الجو
ويعيش تفاصيلها، ولكن صحيح الاستفادة من هذه الروايات نفسها، سواء كانت رواية على قصة حقيقية أو خيالية، ولكن وجهة نظرك أنت خاصة توجه للقراء نفسهم إلى الروايات فقط، ويتركون باقي المجالات أو باقي المواضيع وباقي الكتب. هنالك سببين. السبب الأول وجود الكتاب الشباب، مثل ما قلت لك شجع الشباب نفسهم على أن هم يقرون لشخص من جيله أو شخص من عمره، فكان هذه يعني هذا مفتاح جديد يعني احنا نعول عليه في الأساس. يعني الأول كنا نعاني أن ما في أقلام شبابية تكتب في مجال الرواية، اليوم نشهد أقلام كثيرة يعني موجودة. ثاني حاجة، ما كنا نشوف الشباب مهتمين في القراءة، اليوم نشوفهم يقبلون على الكتاب وبشكل كبير، يعني خصوصا الرواية والقصة القصيرة والمجموعات القصصية. الأمر الآخر، هذا الشاب هو طالب في المدرسة، في الجامعة، في الثانوية، أيا كان المكان، فهو محاط في كتبة الدراسية والعلمية، يبي يطلع من هذا من هذا التصور أو هذا المكان، فهو يتوجه إلى شيء مختلف تماماً عن الشيء اللي معتاد عليه، يعني يومياً في يده يومياً يقرأ، فيبي شيء يختفي يكسر هذا الروتين، فما يعني يتجه إلى نوع آخر وهو الرواية أو القصة أو المجموعات القصصية، فهذا هو السبب يعني. نعم ممتاز. عيسى، بما أنك ذكرت سببين، أباخذ السبب الأول منهم اللي يتعلق بأن جيل الشاب أو جيل الشباب صار يكتبون الرواية، لذلك جيل الشباب أيضاً بدأوا يقرؤون لهؤلاء الكتاب اللي من نفس جيلهم. هل أقدر أفسر كلامك، وإن شاء الله أنه يكون صحيح، أنه لو بدأوا كتابنا الشباب يقرؤون الكتب الفكرية والثقافية، سنجد أيضا قراء يقرؤون لهذه الكتب من نفس الجيل؟ أنت ككاتب روائي ملزم بأنك أنت تطلع على مجموعة من الكتب، لأن أنت ككاتب لازم تجمع التاريخ والثقافة والحضارة وكل شيء، لأن الرواية جامعة أساسا للتاريخ. نعم. منذ الأزل أصلا الرواية كانت هي سجل الأمم والحضارات، هي التي تصف الحياة وتصف الناس وشلون حياتهم، شو كانوا عايشين، اللغة اللي كانت موجودة، أسلوب ونمط الحياة، الأحداث التاريخية السياسية الاجتماعية، كلها هذه موجودة داخل الرواية، هي بناء تاريخي كامل. فإذا كان الكاتب هذا غير مطلع على كل هذا، ما يستطيع أنه هو يقدم مادة، يعني مادة روائية، هي في النهاية هي صحيح رواية، لكن هي فيها جزء علمي، فيها جزء ثقافي، فيها جزء سياسي، فيها جزء فني، هي تجمع بين كل شيء. ولنا في روايات كتبها مثلا، أنا لازم أقولها هذه، نيتشي مثلا كتب هكذا تكلم زرادشت، وأعتقد أن هذه صيغة برواية وانتهت إلى أنها تكون كتاب فلسفي بحث. صحيح بالفعل. بالفعل. الله يعطيك العافية الروائي القطري عيسى عبد الله، وإن شاء الله ننتظر رواية جديدة بإذن الله. الله يعافيك، ويا هلا مرحبا فيكم، لنا الشرف تواجد معكم. الله إن شاء الله نكون خفاف على المشاهدين وعليكم جدا. مان. شكرا لك مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نتابع بعد حلقة ترحيب، خلكم معنا. مرحبا وسلامكم مجددا مشاهدينا الكرام. نظمت كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر المنتدى الإعلامي الثالث تحت عنوان شبكات التواصل الاجتماعي والتغيير، التفاصيل في هذا التقرير. نظم قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر المنتدى الإعلامي الثالث الذي جاء بعنوان شبكات التواصل الاجتماعي والتغيير، بمشاركة واسعة من دكاترة الجامعة وطلابها. اليوم احنا كان عندنا ندوة نظمتها جامعة قطر، وخصوصا قسم الإعلام، في قاعة المؤتمرات في الإدارة العليا، والندوة تتكلم عن شبكات التواصل الاجتماعي وخطورتها. طبعا الندوة كانت تحتوي على عدد من المواضيع المهمة التي تم طرحها من قبل دكاترة قسم الإعلام، وهذه الندوة فائدتها على الطلاب تعود في معرفة النتائج والدراسات التي قام بها دكاترة قسم الإعلام على الطلاب. يناقش المنتدى آثار وسائل التواصل الحديثة على المجتمع وطرق تناولها للقضايا والأخبار، والذي أدى إلى العديد من التغيرات التي أثرت على طرق التواصل بين المجتمعات.
اليوم متواجدين احنا في المنتدى الاعلامي الثالث اللي ينظمه قسم الاعلام من كليه الاداب والعلوم جامعه قطر، واللي يتكلم حول شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وطرق التغيير. قدمت عدد الحقيقه من اوراق العمل اللي ناقشناها مع الدكاتره في قسم الاعلام. الحقيقه يعني كانت فيها نوع من التشويق، وتعرفنا فيها ايضا على ماهيه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وكيفيه ادراجها في المساله التعليميه. ناقشنا أيضا مع سيد رئيس القسم أهم النقاط اللي ممكن نحن نوقف عليها كطلبة في قسم الإعلام. يسعى المنتدى لتحقيق مجموعة من الأهداف، وعلى رأسها تسليط الضوء على بعض التغيرات المجتمعية الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وطرق توظيفها لما فيه مصلحة المجتمع. اختتم مؤتمر ومعرض الهندسة الخضراء فعالياته في الحي الثقافي كتارة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. اختتمت أعمال مؤتمر ومعرض الهندسة الخضراء التي نظمته جمعية المهندسين القطرية، والذي يأتي تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. يعد مؤتمر ومعرض الهندسة الخضراء الأول من نوعه على مستوى الدولة، حيث تسعى جمعية المهندسين القطرية لتقديم فكر جديد يتواكب مع خطة الدولة التي تصب في رؤية 2030. تم تقديم عدة أوراق من مختصين، ممارسين، أكاديميين. شجعنا كمان الطلاب في جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة على تقديم الأوراق والأبحاث. شجعنا الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وشجعنا القطاع الخاص على إبراز دور الهندسة الخضراء ومحورها في التنمية المستدامة وتطوير الدولة وتطوير وتحقيق الخطة 2030 للتنمية المستدامة لدولة قطر. وضم المؤتمر عدداً من قطاعات الدولة التي ساهمت في تطبيق الهندسة الخضراء وتعريف أكبر شريحة من المجتمع بهذا المجال وقطاعاته المختلفة. تعرفون أن دولة قطر تتوجه إلى تطورات كبيرة في جميع المجالات، لذلك كان على الجميع أن يكون مبادر في هذا التطور، بالحفاظ أيضا في جانب آخر على البيئة. لذلك كان لبريد قطر المشاركة في تقديم ورقة، والتي هذه الورقة تشرح البرامج التي قدمها بريد قطر في هذا المجال وكيفية التعامل والتغيير من بيئة العمل في بريد قطر وتوعية الموظفين أيضا، وأيضا في العمليات البريدية التي تم تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع البيئة وللحفاظ أيضا على البيئة. ويهدف المؤتمر إلى جمع الجهات المعنية والمهتمة بالهندسة الخضراء في مكان واحد لبحث طرق الوصول إلى السبل العملية الناجحة لتطبيق تلك المفاهيم للوصول إلى التنمية المستدامة. كرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 16 مدرسة مشاركة في حملة التعليم حق واجب، والتي شملت مسابقات لأفضل عمل فني وأفضل مقال. نتابع معكم هذا التقرير. كرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشاركين في حملة التعليم حق وواجب، وشملت التكريمات مسؤولين من وزارة التعليم والتعليم العالي، إضافة إلى مديرين ومنسقين في المدارس المشاركة في الحملة. وكرم خلال الحفل كذلك الطلاب الفائزون في مسابقة شملت كتابة المقالة والرسم. نحن نحتفل بختام حملة نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أحد أهم الحقوق التي تقوم عليها الأمم، ألا وهو
الحق والواجب في التعليم، ويكفينا التزاماً بهذا الحق ما حث عليه القرآن الكريم في أول سورة من قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. فمن منظور هذه الآية نجد أن من أولويات الاهتمام بالتعليم والارتقاء بحقوقه وواجباته وصولاً إلى أجيال تؤسس لمستقبل يقوم على المعرفة. فإن اهتمامنا بالحق في التعليم ينبع من أصل التربية السليمة، لذا فقد وضعت قيادة دولتنا الرشيدة التعليم في قمة أولويات رؤيتنا الوطنية. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أطلقت شهر مارس الماضي حملة التعليم حق وواجب، بهدف نشر ثقافة حقوق وواجب الطلاب في مجال التعليم لطلاب المدارس وأولياء أمورهم والكادر التعليمي. في إطار توسيع الشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات، وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم مع كل من شركة أورا لايف ستايل ومجموعة بالما، وذلك ارتقاء بالعمل الاجتماعي في الدولة. بهدف دعم مختلف أطراف المجتمع المدني، وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم مع كل من شركة أورا لايف ستايل ومجموعة بالما في مقر المؤسسة. اليوم وبشكل خاص احنا نوقع مذكرة مع قطاع خاص، مع مؤسسة ضخمة في القطاع الخاص عندها العديد من الشركات والمؤسسات التجارية الفاعلة، اللي من خلالهم نقدر ان احنا نفتح آفاق وخلينا نقول شراكات وبروتوكولات تعاون مع المراكز، بحيث تقدر المراكز تساهم في إيصال خبراتها وخدماتها لمستفيدينها في أجواء غير مألوفة وغير تقليدية، مثلا في الحدائق أو في الأماكن السياحية والمطاعم. وتأتي هذه الاتفاقية لتكمل مساعي المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في دعم وتعزيز منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع. الحقيقة هذه الاتفاقية تفتح أمور كثيرة للتعامل مع هذه الشركة، والحقيقة إحنا تعاملهم سابق حتى قبل توقيع هذه الاتفاقية. الحقيقة هم تعاملنا معهم في إحسان، طبعا قدموا خدمات، زرناهم في بمبادرة منهم في بلدنا، كبار السن راحوا لهم هناك، والحقيقة هم الجماعة قدموا الكثير حقيقة من التعاون معهم. وتعمل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي كمؤسسة تنموية غير ربحية، وتنضوي تحت مظلتها مجموعة من المراكز المتخصصة، وهي مركز الإنماء الاجتماعي، مركز الشفلح، مركز الاستشارات العائلية، مركز رعاية الأيتام، مركز تمكين ورعاية كبار السن، مركز الحماية والتأهيل، ومبادرة بيست باديز قطر. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نطلع معاكم فاصل أخير ونرجع بعدها نتابع برنامجكم ترحي. انطلقت في ملعب بسحين بن حمد مشاهدينا الكرام بنادي قطر الرياضي منافسات بطولة كأس سمو أمير البلاد المفدى لألعاب القوى، وتعد البطولة التي ينظمها الاتحاد القطري لألعاب القوى أهم بطولة محلية خلال الموسم.
وسط مشاركة كبيرة من أبرز الرياضيين المحليين، انطلقت منافسات بطولة كأس سمو أمير البلاد المفدى لألعاب القوى على ملعب سحيم بن حمد في نادي قطر الرياضي. البطولة التي ينظمها الاتحاد القطري لألعاب القوى تعتبر أهم حدث رياضي في مجال ألعاب القوى خلال الموسم، وتشهد تنافساً كبيراً بين الأندية المحلية والرياضيين في مختلف الألعاب. البطولة هذه تعتبر من آخر بطولة في الموسم، الكل استعد لها من جميع الجوانب. الأخوان في الأندية حضروا بشكل طيب لهذه البطولة، أعداد كبيرة مشاركوا ويانا، اللاعبين الكبار مشاركين معنا، معتز برشم بطل العالم مشارك إن شاء الله اليوم، أشرف صيفي سادس الأولمبيات مشارك في البطولة هذه، أحمد بدير، لاعبين كثار طبعاً مشاركين معنا في هذه البطولة لما لها أهمية لنا في الاتحاد، فاللعيبة مهتمين كذلك أن البطولة هذه آخر بروفة لهم قبل بطولة دوري المواسي، فاللعيبة الحمد لله إن شاء الله مستعدين لهذه البطولة استعداد جيد. لعيبة جايين من المعسكرات ونتمنى لهم التوفيق، الكل كان الكل مجهز نفسه على أن تكون بطولة قوية بالنسبة لهم يشاركون فيها، صح أنها هي محلية لكن هو مخذها من استعداد جيد للبطولات القادمة. يذكر أن رياضة ألعاب القوى في قطر قدمت أسماء كبيرة استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات على المستوى العالمي، وهو مكسب يسعى الاتحاد القطري للمحافظة عليه وتعزيزه من خلال الإعداد الجيد للمنافسات المحلية في أم الألعاب. بمشاركة 180 ضابطا يمثلون 18 فريقا من إدارات ووزارة الداخلية ووزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي الأخوية، نظم الاتحاد الرياضي للشرطة البطولة التي اختتمت منافستها وسط حضور كبير. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. وسط حضور مميز من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية، اختتمت بطولة الشرطة الثالثة للضباط لكرة القدم الصالات الرياضية بصالة نادي السد، حيث تم تتويج الفريق الفائز بكأس البطولة وميداليات وجوائز المركز الأول، كما توج الفريق الوصيف بميداليات المركز الثاني. اختتام بطولة الشرطة اليوم دليل على إعطاء الرياضة الأولوية في وزارة الداخلية كعنصر مهم لرجل الشرطة في مهام حياته العملية، وختام بطولة الشرطة الثالثة اليوم ومشاركة هذا العدد الكبير من مختلف إدارات وزارة الداخلية دليل على نجاح بطولة الشرطة، وأحب أن أهنئ كلية الشرطة على اهتمامها وفوزها وحصدها المركزين الأول والثاني في البطولة. وفاز بجائزة هداف البطولة الملازم حمد الماجد، وجائزة أفضل حارس مرشح ضابط خليفة المالكي، وأفضل لاعب الملازم أول فهد السليطي. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى كلية شرطة توجت في هذه البطولة، تعتبر النسخة الثالثة هذه من وجهة نظري لأني أنا تابعت البطولة من النسخة الأولى والثانية والثالثة. أقوى نسخة، عدد الفرق المشاركة 18 فريق. النسخة هذه شاركت فيها جهات عسكرية غير وزارة الداخلية، سابقا كانت فقط لوزارة الداخلية، شاركت قوة الأخوية فريق، شاركت القيادة العامة في فريق، فكانت بالنسبة لنا لأن احنا النسخة الأولى أخذنا البطولة والنسخة الثانية أخذنا وصيف، فكانت صراحة تحدي جدا قوي لكلية شرطة أنها تحافظ على وجودها ومكانها في هذه البطولة. يذكر أن الاتحاد الرياضي القطري للشرطة الذي نظم البطولة يعمل من خلال مجهوداته المتواصلة لتنمية الرياضة الشرطية والاهتمام بجميع الألعاب وبخاصة التي يحتاج إليها أفراد قوة الشرطة. وفي شأن آخر مشاهدينا الكرام، نظم مركز شباب برزان ورشة عمل لشرح تفاصيل مبادرة بيتك والتي تشجع الشباب على تصميم وبناء بيت المستقبل. نشاهد معكم هذا التقرير. نظم مركز شباب برزان بالتعاون مع النادي العلمي ورشة عمل التخطيط لبناء بيت العمر، وهو ضمن مبادرة بيتك،
حيث تهدف المبادرة لتمكين المشاركين من التخطيط والتصميم وتنفيذ بيت العمر وفق أسس علمية ومدروسة في متناول الجميع. مبادرة بيتك هي تحت مظلة نادي العلمي الإقطري وبالتعاون مع مركز شباب برزان. راح تنظم المبادرة إن شاء الله اليوم وبكرة لو تاريخ 24-25 أبريل. الهدف منها توعية الشباب القطري المقبلين على مراحل البناء من بداية من الفكرة لين التصميم لين التنفيذ. فهالمبادرة الأسبوع اللي طاف أقيمت في النادي العلمي، والأسبوع هذا قامت مبادرة في مركز شباب برزان هي لخدمة سكان المناطق الشمالية وبالأخص فئة الشباب اللي مثل ما قلنا ما ذكرنا في البداية اللي هي مقبلين على مراحل البناء. يشار إلى أن النادي العلمي القطري كان قد أطلق مجموعة من المبادرات الشبابية بهدف تمكين الشباب من قيادة البرامج والمشاريع، حيث جاءت المبادرة الأولى بعنوان بيتك في إطار نشر ثقافة البناء السليم بالتخطيط السليم وتوصيل المعلومة بأسهل الطرق وأحدث الوسائل التكنولوجية والمرونة في التطوير على حسب وضع تطور السوق وفتح قنوات تعاون مع ذوي الخبرة في هذا المجال. وبذلك نكون وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من تراحيب. لأي اقتراحات واستفساراتكم للتواصل أيضا مع فريق عمل تراحيب يمكنكم الاتصال والتواصل عبر بريد برنامج تراحيب الإلكتروني. نعم مشاهدينا ومتابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام والسناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم. في أمان الله. مع السلامة.